انا جالي النهارده قالت عرض سينما 8 مللي، فحبيت ان انا اشرحها لكم ولا انا اعرضها عليكم. انا صراحه كنت منبهر جدا بيها اول ما شغلتها. هو مثلا صديق ليا جابها لي عشان كان فيها مشكله في اللمبه بتاعتها ما كانتش شغاله، فعملت عملنا لها زي صيانه خفيفه كده، وقلت لازم اعمل لكم حلقه وتشوفوا الجمال بتاع فتره الستينات والسبعينات. قالة العرض السينما دي سينما 8 مللي. وقتها كانت هي الآلة العرض دي كانت موجودة في كل البيوت زيها زي الدي في دي دلوقتي مثلا أو جهاز ريسيفر. كان وقتها في الستينات والسبعينات كان كله بيتفرج على أفلام بهذا الشكل، وكان عامة ده الفيلم بتاعها. هي مثلا معايا فيلم وليل وهاردي، دي كانت آلة العرض بالشكل ده كده. كانت عبارة عن بكرتين، وبنعدي البكرتين عبارة عن سحب ميكانيكي، وهشغلها لكم دلوقتي. هي طبعا دي ماركتها باور، دي ألماني ودي ماركة محترمة جدا، ومرفق معاها زي ميكسر صوت صغير عشان الشرايط اللي كان فيها صوت كانت تعرض عليها، أو لو أنا سجلت شريط وعايز احط الصوت او زي دوبلاج او احط فويس اوفر فوق الشريط ممكن استعين وانا بعرض استعين بحاجه زي كده. عامه انا دلوقتي هجرب اشغلها. عامه وقت زمان كانت العرض السينمائي كان بيعتمد على سرعتين، سرعه 18 فريم بير سكند او سرعه 24 فريم بير سكند. لو على سرعة 18 بير سكند فكان الشريط بتاع 8 ملي كان مدته حوالي 3 دقايق فقط. يعني كان مثلا لو اركب فيلم وانزل مثلا اصور في شارع او اصور مناسبة، الشريط مدته 3 دقايق، وبعد كده باخد الشريط ده ووديه معمل تحميض ويجدهولي على بكرة، وبعد كده بعرضه في البيت عندي. ده كده الشريط اللي احنا هنشغله. ده عامة شريط رولير وهاردي. ده كده البكرة بتاعته، انا هركب البكرة في المكان ده، وهنفتح باور. انا كده فتحت باور على 18 فريم بير سكند وهبدأ اشغل. نيجي هنا بنتكلم بالنسبة للمكنة، شرح المكنة. هو طبعا هنا هي الفوكس اللي انا بظبط الفوكس بتاعي او بظبط الفوكس بتاع الشاشة، وهنا الفريمينج اللي هو الفريم يطلع او ينزل. وهنا بالنسبه للمفتاح بتاع التشغيل ده، هو بيكون اول مفتاح هنا الستارت اللي هو بيجر الفيلم، والمفتاح الثاني اللي هو بيشغل اللمبه، والمفتاح الثالث برضو بيشغل اللمبه بقوه ثانيه اعلى. وعامه لما الشريط بيخلص ممكن اجيب على المفتاح اللي هو العكس الناحيه الثانيه اللي هو بيرجع الشريط، سواء بيرجعه من قدام اللمبه والعدسه بتاعته، او ممكن على طول ارجعه من بكرتين على طول، وبرضه هشرح لكم ازاي. طبعا عندي هنا السرعه بتاعه الفريم اهي، انا كده بيو على سرعه الفريم 24، وهنا كده على سرعه 18، وكده الاوف. انا كده رجعت الفيلم، هنعمل كده ستوب، وهفتح حتى هنا الباب بتاعي. دي المكنه من جوه بهذا الشكل. ده هنا مفتاح الزوم ان، او زي الزوم بتاع البروجيكتور او بتاع آلة السينما، اللي هو عشان حجم الصورة او تكبير الشاشة كبرها قد ايه. طبعا على ست طبعا ملاحظة ايه، طبعا عشان الجهاز الماني فهنلاقي طبعا العدسة بتاعته هي عدسة شنايدر، وعدسة محترمة جدا. وهنجرب نركب بقى الفيلم ونشوف الحركة الميكانيكية للشريط عاملة ازاي. ده كده اول حاجة بيدور بهذا الشكل، وطبعا ده بيكون هركب بقى الفيلم بتاعي. الفيلم ليه مدخل واحد هنا، وعامة الفيلم الثمانية ملي بيكون السنون بتاعته سنون من جنب واحد بس، مش من جنبين زي ال 35 ملي. فهنركب الفيلم بهذا الشكل، هو هيسحب اوتوماتيك. بص لاحظ الفيلم بيتسحب 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 لحد ما بيطلع هنا. ممكن كده اوقف اركب بس الفيلم جوه البكره التانية. هو كده عامه الفيلم جرى وعدى من قدام اللمبه والمرايه خلاص، فهو كده جاهز للعرض. فانا مجرد بقى ان انا هشغل بقى اللمبه على القوه بتاعتها. طبعا اللمبه اللي قوتها
حوالي 10 واط، حاجة صغيرة خالص زي لمبة السهاري، لكن بقى هنشغل بقى بالقوة الكبيرة اللي هو بالشكل ده كده. كده خلاص الفيلم خلص.